سيدنا صباح الخير عليكم. صباح الله. أتمنى تكونوا بخير على خير إن شاء الله. أتمنى تكونوا بصحة جيدة. طبعا يعني كيف تشوفوا معنا صباح الجولة الصباحية في شوارع مدينة تطوى من خلال هذه التغطية المباشرة اللي كنقوموا بها في الجولة في أهم شوارع مدينة تطوى. فطبعا اليوم مدينة تطوان كاين شوية ديال الريح، تحرك شوية ديال الريح، ولكن الجو باقي نتمنى هاد الريح هذا واحد الأجواء كما سمعنا يعني وكنسمعو بعد الفلاحة كيتمناو أن هاد الصباح هذا إن شاء الله هاد النهار ولا هاد الأيام القادمة يعني أواخر شهر معرفة أنها تكون هناك بعض التساقط المطرية اللي كتكون مهمة بالنسبة لنا الصراحة. ولا نسيتهم شي الا كنت انتظروا الله ان خلال هاد الريح اللي كاينه شويه ديال الرياح اللي كاينه ان الجو يتبدل ان شاء الله وربي يرزق له الشتاء ان شاء الله تعالى. فهاد الشيء اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الله ينعم علينا بامطار الخير امطار البركه في نهايه هاد الشهر مارس. طبعا كاين شي علامة بان غتكون هناك بعض التساقط المطريه، لكن الله قادر على كل شيء ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرزقنا بهذه الامطار الخير امطار البركه. اذا اليوم السادس من رمضان، تقبل الله منا ومنكم الصلاه والقيام وصالح العمل ان شاء الله. فكان نعيش معكم هذه الجوله جولة صباحية في أهم شوارع مدينة تطوان وخلال يعني تتبع ديال نجمة الواقع وشنو واقع خلال هاد الجو الصباحي اللي كنعيشو معاكم هنا في مدينة تطوان. طبعا والله هادشي كامل صباح الخير مراكش صباح الخير خويا عزيز. انا سمعت تكون من صباح النور نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن حال واحوال ونتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. هذا ما نعرف اذا احنا كنعيشوا معكم هذا الاجواء الصباحيه في اهم شوارع مدينه تطوان. خير كريم واش كاين شي صاد تطوان؟ الايام فايته كان كاين شويه ديال الصاد اللي في مدينة تطوان كاين هناك شوية ديال الرياح يعني بعض الرياح طفيفة عند الرياح ديال الشرقي. نتمنى أن هاد الرياح هادي تعطينا شي أمطار خير أمطار بركة ومنتصف النهار يعني يكون هناك بعد عفوا بعد الجو يعني شوية ديال الحرارة إلى وقفت هاد الرياح كيكون يعني الجو كاين الحرارة كاين الحرارة في أيام فائتة كانت الحرارة 27 28 في مدينة تطوان في الأجواء ديال الصيف. الله يكون معكم والله يكون مع الناس مراكش اللي عمرها اصلا احنا كنعيشو معكم هذه الجولة الصباحية بمدينة تطوان. ناشف يسير على المدرسة طبعا يعني احنا كنعيشو معاكم شنو واقع في اهم هاد الشوارع ديال المدينة. اهم شوارع المدينة إلى أن تتبع لنا هذا الواقع هذا الجولة الصباحية اللي كنقوم بها هذا الأنفاس الأرمنيش أحبائنا الكرام. إذن كيف سنقوم واحد على مرور أسبوع على الشهر الكريم شهر رمضان المبارك
يعني كيفاش عايش الأسبوع هذا إن شاء الله، هاد الأجواء ديال هاد شهر رمضان، كيفاش دايز رمضان عندكم في باقي المدن المغربية، وكيفاش عامل الأجواء ديال الشهر الفاضل في ديال يعني هاد الغلاء المستمر ديال بعض المواد الأساسية في الشهر الفاضل، كيفاش عامل المواعيد ديال المنازل المغربية والبيوت المغربية. يعني كنعرفو بأن صراحة خلال هاد الاحتفال ديال هاد الوقفة ديال هاد المباشر صراحة الناس كتعاني بزاف، يعني كما قلت هاد الارتفاع صراحة ديال هاد المواد الأساسية اللي كتكون في بعض المواعيد المغربية. وكيفاش عامل يعني الجو عندكم الأجواء، وكيفاش عامل يعني الأسبوع الأول ديال الشهر الفاضل، كيفاش مرة عندكم؟ وحنا يعني كنعيشو يعني اليوم السادس من رمضان. جديد كما جرت العادة، الصباح ديال مدينة تطوان كلشي يعني مازال واحد جديد، المحلات يعني تعرفو باش تدخل المحلات ديالهم خصوصا في الشهر الفاضل، خصوصا يعني هاد الموضوع كيضرب الاقتصاد ديالهم. البارح في الناس اللي عندهم يعني بعض المحلات ديال الخضر والفواكه التقسيم، صراحة مرات نجي على هاد الحالة اللي وصل ليها السوق المغربي، كيشوف يعني يقول لك غير العام اللي فات شفتو العام اللي فات هاد العام السوق خاوي، يعني في الساعات الأولى ديال الصباح مابقاش راه ناقص، الناس ضايقين في العام كلشي مضروب، فاضطروا أنهم كيبقاو حارين يعني مثلا يلعبوها أفراد محل أسلع نزلة ويدو ربعين ما لاقيش شنو يدير. فطبعا كنتمنى بصدق ربي أنه شوف بحال هاد الدرويش هدا والله عدى ما عندوش عفير، كنتمنى أن الرواد والحركة ترجع في هاد الأيام القادمة، وكنتمنى أن الأسعار تنخفض باش يقدر يعني أصحاب الدخل المحدود يعني أصحاب الدخل المحدود أنهم يوفروا المواد الأساسية للأسرة ديالهم. طبعا اليوم يعني الرواج مع أصحاب المحلات الكبيرة والتقسيط اللي هي أرض خضرة فيها كيف الجولة الصباحية أهم شوارع مدينة تطوان. كنتمنى لكم الصباح مبروك إن شاء الله، كنتمنى لكم صيام مقبول، كنتمنى لكم بإذن الله لكم صالح الأعمال إن شاء الله، وما تمشيوش بعيد بصراحة معكم تقديم مباشر لجميع وقائع الأحداث اللي تطوان في الأسبوع.